الاستحقاقات الرئاسية المقبلة وكل ما تعلق بها كانت متصدرة للصفحة الأولى في الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نستهل معرضنا بجريدة الشعب التي أشارت إلى المناظرة التلفزيونية المزمع إجراؤها بين المترشحين وعنونت المناظرة التلفزيونية في طريق التجسيد، وصفة إياها بالعامل الحاسم الذي سيصنع الفارق بين المرشحين، لتفصل أن هذا العمل الذي تبادر به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيكون الأول من نوعه في حال تجسيده. جريدة الإكسبريسيون الصادرة باللغة الفرنسية تحدثت كذلك عن موضوع المناظرة التلفزيونية، ولكن تكلمت عن طريق إجرائها لتكتب فوق عنوانها العريض أن المرشحون الخمسة سوف يتواجهون في 7 ديسمبر في بلاطو التلفزيون الجزائري، مشيرة إلى استعداد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتجسيد هذا المساء. في حين اختارت جريدة البلاد أن تبرز في صدر صفحتها الأولى ما اعتبرته استفزازا من برلمان الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لجلسة سماع للناشطين حول مستجدات الوضع في الجزائر، وعنونت الرد على البرلمان الأوروبي يكون بانتخابات 12 ديسمبر، معتبرة أن ما يحدث شأن داخلي جزائري محض. وأضافت البلاد أن المرشحين فتحوا النار من خلال تجمعاتهم الشعبية على التقارير الأجنبية الصادرة بحق الجزائر. جريدة الشروق اليومي هي الأخرى تناولت الموضوع من خلال نقلها لتصريحات لبعض القانونيين الذين أكدوا أن الجزائر ليست عضوة في البرلمان الأوروبي ليخصص لها جلسة. من جهة أخرى اختارت جريدة المساء عنوان أول صفحتها بكلمة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن ربحي من ولاية تندوف رسائل الإعلام الوطنية مجندة لإنجاح الرئاسية، واصفا الحدث بالموعد الهام الذي سيفتح عهدا جديدا للبلاد على حد قوله. ونختم بجريدة أوريزون الصادرة باللغة الفرنسية التي عنونت في صفحتها الأولى ما بين الشعارات والحقيقة، ناقلة تحليلا لبعض المختصين تقارن فيه وعود المرشحين والواقع الاقتصادي الحالي.